سيارة لما تغبط وتترد، تغبط وتترد مرة تانية، يضغط إسلام رمضان لما مقطوعة ترجع لجمعة، يلا جمعة تسديدة، تسديدة من جمعة ويمسك الحارس والشرويدة جوه جول. آه يا شرويدة، هو ده هو ده شرويدة يسجل أول أهداف اللقاء. الدقيقة 13 أحمد شرويدة يفاجئ الجميع، تسديدة قوية من صالح جمعة، يا سلام يا جمعة، يصدها الحارس منير موسى، ترجع متابعة هايلة منك يا شرويدة، أول أهداف ما يعمل لهاش منير موسى حاجة، تحمر المدرجات ويسجد لله شكرا حسام حسن. ياه على الهدف، هدف بعد مرور 13 دقيقة من بداية أحداث الشوط الثاني، فرحة في مدرجات حرس الحدود في اسكندرية، نتمنى الفرحة تكتمل، نتمنى اهي الكرة ايه؟ صالح يسدد، ترجع من ايد الحارس، يردها شرويدة، يلا هاتها من الشبكة والله، هاتها من الشبكة يا منير، أول أهداف اللقاء، يا ولد يا ولد يا ولد، إيه الأعصاب دي يا شرويدة؟ حاطط هدف والله جميل في الدقيقة 13، يعني الدقيقة 58 من مطلع المباراة. واحد مصر اهي مرة تانية، بص حاططها فين؟ حاططها في الثمانيات، والله حلوة. جمعة يسدد، منير يطلع، شرويدة يسجل، الرايح علي، يبقى نصر. الرياح يا علي، وادي اهي الكرة مرة تانية لمنتخب مصر، ومحاولة والهدف، هدفك هدفك يا شاب، ياه ياه العرضية الجميلة، والشاب يسجل والفرقة كلها، لسه بقول من لحظات عايزين التاني، عايزين التاني، كانت الجماهير بتقول الله هيجي جاي التاني، واهو التاني جه، التاني جه عن طريق راسية شهاب الدين أحمد، شهاب الدين أحمد يسجل تاني أهداف اللقاء بعد مرور 24 دقيقة، الهدف التاني. بيرفع ايده شهاب بيقول الله اكبر، وادي جماهير استاد حرس الحدود بتحيي. 2-0 اهو، بص شوف العرضيه الجميله من حمو، ياه ياه على الهدف، حلوه حلوه حلوه، هدف والله رائع، هدف جميل، بص حمودي منطقته السحريه، يسحب يرفع يحط على راس شهاب، يحطها شهاب على ده على يمين منير، ياه يا ولد على الركنة، يا ولد على الكورة، حلوة يا شهاب، شهاب